حد يمكن أن تصل، أي السقف الذي يمكن أن تبلغ صداه إيطاليا في هذا الدعم للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية، خاصة وأنها الوحيدة التي تضع اليوم على الطاولة مبادرة الحكم الذاتي، وهي التي يصفها المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمم المتحدة بأنها مبادرة ذات مصداقية قابلة للتوقيع والعيش؟ أعتقد أن هذا من الملفات طبعا التي كانت حساسة في التعامل جداً بين المغرب وإيطاليا، لأن إيطاليا اليوم لها طبعا أيضا علاقات استراتيجية على مستوى الطاقة مع الجزائر، وكان هذا يسبب لإيطاليا دائما حرجا في اتخاذ مواقف واضحة، والتعبير بهذا الوضوح وبهذه القوة من طرف وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاياني هو يعتبر خطوة تاريخية في مدى تعبير إيطاليا على دعمها للمبادرة المغربية. عندما استخدمت سيد خالد شوقي فعل ماضي كان يمثل إحراجا، معنى ذلك أنها لم يعد يمثل لها أي إحراج رغم العلاقات التي تربطها مع الجزائر والاتفاقات التي وقعت مؤخرا؟ هناك اختلاف في طبيعة العلاقات. علاقة إيطاليا مع الجزائر هي علاقة مبنية على مصالح اقتصادية. طبعا إيطاليا تحتاج إلى الطاقة، والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أوروبا بشكل عام في مجال البحث عن موارد جديدة للغاز، وحضور إيطاليا ووجود إيطاليا مع ليبيا مع الجزائر له بعد تاريخي وكانت تقويته في الفترة الأخيرة. كنا كلنا نتخوف من أن يؤثر هذا أيضا على البعد السياسي، ولكن نجاح المغرب اليوم على مستوى الأوروبي وفيما يخص العلاقة مع إيطاليا بشكل خاص قد بني منذ سنوات من خلال شراكة سياسية ليس فقط لها بعد اقتصادي ولكن لها بعد أمني. اليوم المغرب مثلا يترأس مع إيطاليا المجموعة الأفريقية لمكافحة الإرهاب في من خلال التحالف الدولي ضد داعش. هذه تعتبر بالنسبة للمغرب اليوم أكبر وسام في حيث الاعتراف من طرف المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، الولايات الأمريكية وأيضا دول الخليج، في أن المغرب اليوم هو الحليف الأساسي في محاربة التطرف والإرهاب على مستوى الدولي وعلى مستوى الإفريقي.